وضعيه درك سيئه جدا للغايه، وقررت الحكومه على تخلق ازاله هاي الحمله ومشاركة فيها الجهه طبعا والهندسه العسكريه ورجال الاعمال ورجال رباب العمل، ووضعت تحت صرفهم الاليات اللازمه كامله، وهي الحمله المؤقته اللي تستغرق 5 ايام انين ان شاء الله تزول باطل غمام المنزليه عن المقاطعات كامله، ومهم اللي تبدا مرحله اخرى هي مرحله الصيانه، والمرحله الثالثه هي تطبيق خطه مستدامه لنظافه المدينه